بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. داود أيال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحينو الكنسو يستاغني إنا نحوغة كان لنا كلمد ولا لهن معاشة فونديشن إلهي جل وعلا بركيه. هاي أدني وهاي لما هذي خير في رمضان أنت كشقيسة أتيت هاي قرقاركة أتيت هاي علاش هاي دستو أعطيت هم ساعات جدا بظنوا أي وحكة قبطة أمر اسمه إذا قدرت كجارسيسي إفطارك صائمين تأو بيش بركيسان رمضان يعني كم قدر يشرنو رنتي هول بظن إيكا قبان يسبين الله الكريم وحويا باهي كستة أو خيرية أو ونكسن ولا لهن ما معاشة فونديشن رنتي هرمر أي كجارين وأنا خرسيد يوحي وحي وحي إن دتك صفك وجوه الرياء أولها نوع عصوك لك قبطة توجوين ما إلا الله بدي أريد وجوه وين رنتي عن شعرنا ير وحكة قبطة وأقومها أي هيان إيه وحويان إفطار الصائم تاجومها ديان كوه الرئيو إلهي سبحانه وتعالى أجومها إن بضمبو كتاب كيسة كجاهد لي إن أجونتاس لا لا وحلو تره توجو منفع بضل إن لوجي استوي أيتامته إلهي سبحانه وتعالى ويسألونك على أيتام قل إصلاح لهم خير وإلهي سبحانه وتعالى اللي نوشها جاي إن إطعام الطعام كي عنتظر الصين يا إلهي سبحانه وتعالى وجه كيسة لقدونه ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا ابو الى الله سبحانه وتعالى وعلاج لو على انه شيغي عدي ددك ايتام تو كسو قيب غلان ميل قرابودا دخ لوو قيبينيو ايغينا ان دخلكا وخبا كولاهين شريعه اهان واذا حضر القسمه والقربة واليتامى والمساكين فرزقوهم منه وحكسي ابو الى الله سبحانه وحونو غرتا وحيرو او غرتان يدو شعورتا ددك ايتام تا مساكين تا لا الىالينيو شريعة إسلام أبي يعني وهذا شيء يتيم ك يتيم ذا مقربة فلاقتحم العقبة وحيلها النار تلقبت بهذه وحيلها اللي بعتذ قيام لقبت بهذه وحكم ذا وحويا أو مسكينا وحويا ذا مقربة قفكي مسكين ك أو يتيم ذا مقربة أبو الله إلهي سبحانه وتعالى قفكي يتيم ك أيها القرابة أيام تذكر وحيلها أسبابها لقبت بهذه يدي لو ناجيو أي كم ديهن نبي صلى الله عليه وسلم عليه حديث في رمضان بكره على اليتيم حديث في البخاري كشري اوي النبي عليه الصلاه والسلام انا واليتيم كهاتين في الجنه لبدا فرود من جسد دويي اوي اني قف كفاله قاده يتيمكو لبدا فرود ايان انه بمعنى اد بو جنده يغو دوي هي ان جعل النبي عليه الصلاه والسلام انه دواده النبي عليه الصلاه والسلام اجتنبوا سبع الموبقات تضبط مهلكات كي قف كهلاغيا اسكا الىاليا محاكم اذا سبحان الله اكل مال اليتيم سي حوليس الله إلى عليه أيه وعيد فربنا كل سود جاي نبوي إن قفك بنادك وكفوا جاذو وحيلها يتيم كولي هاي النبي عليه الصلاة والسلام وبكو دمنا يو حيله وكرات الدارمي ومدي سوى حكم ذا وحرجوا عليكم الضعيفين إسكى إلى عليه لبض الضعيف بويلي دمر كالمرأة واليتيم بوي النبي عليه الصلاة والسلام قفك كذلك يتيم كه ولذلك الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه باب كتاب كيس أدب المفرد باب أدب اليتيم ليراه وحديثتي يتي أيتام تكوس عروتي يا أدب تلو لقول معاملون أيه يسد لولا رقم يبو كذلك وشاقي أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه حديث كله قصه وري أن نؤي من النبي صلى الله وسلامه عليه حديث الطبراني غير كيف يسوريين وهو صحيح نبوي من النبي عليه الصلاة والسلام وكل النبي الله وحويا قلبي أذقي هاي قلبي هذا أذق أقلف سن أيان لا يهي أبو النبي الله نبي يقول مدوني سقلبي قاقو إنه تشلعوه وحويا حاجة هذا نأذ هالشو ها أبو يلي وحو شاقي وحو يلي قف يتيمة مضح الصلاح ارحم اليتيم بويل أنه حريصة يتيمك ومضحنا الصلاح وأطعمه من طعامك وحد عنتنا وحكسيه يلن قلبك وتقضى حوائجك أما كما قال صلى الله عليه وسلم قلبي قاقو إنه حويا وشلع دونا حوائج تاذن وذيل دونتا حتى انت كوبي يتيمك وحويان يتهمذون ميسر الشريعة الإسلام كتران وضع المجتمعين الكمدة أوباهن ما معاش خير الله سيه فونديشن كاسي ميل بوكري أما ويبيي سيطايبة ميشا صالوه هيا عنتا لوسيا والغو بحنانيا وحويان والغو عيارسيا وارن آدي هاد أوين وآي تايلين أوغرقارن وليد بشان بركيسان رمضان النبي عليه الصلاة والسلام ديقسي أها ديقسي نمدي ساسو يعني وحويان يتيمك الكيسيكو قاريسا بإذن الله الكريم الداد إلهي جل وعلا درتي أضب بحيصو تي إفطار الصائمين تبا تمد إيه ذلفتر كيدو أرن تيدو أرن سهلا ماها حديث فربنا باكسو أروتي حديث زيد بن خالد الجهني النبي عليه الصلاة والسلام من فطر صائما كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء قفكي أفريق قف مسلمة
وصومن أجر كيسو كله هليا يسقون أجر كيسي أن وحب أني كدين من بويل عليه الصلاة والسلام حديث كاسو حديث حسن بالله إرادة ولا بد بنوي كير هذا الشيء يعني كوا هو ودرني وكويري فضائل الأعمال أي حديث كله استعمال أي حديث كحسن كا وحوي الألباني نصح جامع يكوش شيء حديث كا شيخ الإسلام ابن تيمية وشيء من فترة صائما بمعنى شبعه ودرقيه مركها أيتام تنا وحي الصميان موائد الرحمن أفري الصميان ورمضان ذي هراء وذيك برجامي ذكرك شريتي فيها الكاسة عن هدبك بريسك صنوندي صلرك يوحيرو اللي سكوت دراه إلى سبحانه وتعالى كابال مريو سنة كنا أيتام تاسع وحتريان أف مساكين تبي إن شاء الله وتعالى أفرنيان وح واجب إنك إنكوا أول ليال إن نكلق يبقى ظنه وين نبقى عليه الصلاة والسلام دي يقسمها ودي يقسم يسمو حيوقب النيد بشه بركة سنة رمضان إن شاء الله تعالى كقيب قاضي النوار المهمة وإله جل وعلا إنه قد واني إنه شيك الدقدقة إن شيخ السعودي كشيكي عشان دويد وحيو نمبر رياضي الجيري تشوغا مراكو وعكر رياضي النبي عليه الصلاة والسلام نبقى أوي ميدو كويري نبقى أنت كوي وحكوير وار هبلو إنت مكا أدوفتو نكا هبل 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 صوت ضيضي وقوبو شارين وهل جرني هاي نكيبا soo tigir soo go'so fiisa soo qaatay marookaanka soo dhoofay suuudigii buu yimid magaaladii maka hareereedii baa lagu ninkii uu deeyday cinwaankiisa magaciisa waa loo sheegay ninkii buu u tagay uu muraaqabay nin miska caadiyo salaad ku durqitaayo cibaado lahayno hay'ad sheekh nima kam muqaniyo diin kam muqanino adoon inaan multazim ahayn ayuha ninkii buu eegay maalmo marku eegay xaaladiisa uu yaabay ayuu ninkii u tagay wuxuu nin waxaan ku riyooday nabiga oo igu amray inaan ku imaado kugu bishaareeyo jannada ninkii baa ohin iska qabsaday wuxuu ruux Allaah iyo amalo khayrun sameeyaa haba yaraatay ma jirtee adii laga tagi waayo amalkaan sidii Ilaahay wad ugu dhawaatay reerkan igu xiga aabahood baa dhintay agoon baa ku soo hadhay gurigii hooyadood waxaan sameeyay mushaharkaygi ayaa laba u qaybi qaybna reerkaygan ku beeliya haafna waxa weeyaan waxaan siiyaa gabadha hooyadaas oo hooyada deecarka ee aruurteeda agoonto yihiin agoonta ayaa agoonta ay ku beeliya intaasan wax amalo khayr Ilaahay wan sameeyaa taas walaal laga yaabo insha Allah taala inuu janno ku galay ay taamta wax loo qabtaa wax weyn maskiin la afuriyo wax weyn aad iyo aad baan ugu mahadcelinaya walaalaheena hay'adan Mama Foundation ugu horeysa gudoomiyaha Dr. Raisa Marian Ahmed Gab oo qof aanu khayr ku tuhmeyna oo aad u naqaanaa oo runtii khayrka waligeed ka shaqeyn jirtay meeshii meeshana dhexda u xiratay kaligeedii seegeedii maartii habeen imaan ararayaan ilaa jalla calayna ka baal mariyo kulli badda ducada waxa ku filan ay taamtaasi dhirginayaan ay qoodinayaan ummada Soomaaliyeed halkani ka daawanaysa waxaan kula dardaarmayaa in hay'adda gacalli baxsiyaan wuxuu laqabtaan bisha barkeysan ee Ramadaan iyadoo laga faa'iideysanayo gacanta jeebada gacanta ha galiyaan wixii ay u tari karaan insha Allah kulli shaashada iyo meelaha sa informationka iyo baananka iyo meelaha lacagta lagu dareeyo kaarki doontaan haw yaraysanina walaalayaal hay'adda ama macaasha waa hay'ad la arkayo oo loog yahay oo wax weyn xaqabadkeedana runtii uu muuqdo iyadana waxa leeyahay ilaa jalo cala ha ku barakeeyo miisaanka xasanaadkana walaalkaad qabeenay insha Allah ku galiyo هذا ما أقول وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.